شوفي وين فايت؟ شو فايت على زريبة انت وجماعتك؟ مين اللي قوص على عصمت؟ كلامة ليش عصمت طوّص؟ ها على اساس ما معكم خبر انه عصمت طوّص؟ اسمعوا واو اسمعوا واو هلا مشان هاي القصة المعدة فايت علينا هاي الفوتة انت وزلمك؟ شوف يا ابن نعيم انت زعلتني منك وانا مالي فاضي لك هلا شبابي راح يردوا عليك بمعرفتهم تعا سعدو تعا ايه ابن نعيم شبك قال بنت خالتي مرت ابي وجاي تتشفتر علينا ما حدا بيناتنا تحرك من هون تعا ابن نعيم وين رايح؟ فكرها وكالة من غير بواب تفوت تتهم الناس الاكابر وتحمل حالك وتمشي عدم المؤاخذة يعني فكرت انه اللي قوص من عنكم لا ما بتتوخص شو طلع معك بعدين؟ طلع مو من عنكم سامحونا اذا غلطنا بحقكم الفهم فضلوه على العلم هي اخر مرة ابن نعيم ايه شو علي؟ نتواجه مشمش عمي بلدي عم شري هذا اكيد لساته بالحاره انا راح اروح من هنا شو يا سيد ابو النور يا زعيم ابو النور شفت قرارك الارعن الاهوج شو عمل؟ هيا قرار وانت عن شو عم تحكي؟ ولك انك بتعرف شيء اصرارك على انك تعمل الحفله شفت شو كانت النتيجه؟ النتيجه دم ابني هو الثمن عزمي المجرم يلي قوص على ابنك كان ناوي يقتل بنتي ابنك هو اللي حماها لبنتي حما مرته وارضه بس للاسف للاسف دفع الثمن ابنك يا عزمي رجال رجال وبيرفع فيه الراس بس هذا قدره هذا نصيبه شو بنعمل يا فرحتي عم تضحي بابني مشان تسمعني كم كلمة حلوة بدك تضحك على عقلي بهذا الكلام اللي عم تحكيه وحياتك يا عزمي وحياتك وجعي ما بيقل عن وجعك أنا مستعد أقدم روحي ودمي فداء ابنك وتأكد وتأكد إنه بنتي مو أغلى من ابنك شو صار معكم؟ عرفتونا مين قوص على عصمت؟ اختفى ابن الحرام وابو عصمت وينه؟ عصمت بالمستشفى وابو النور طلب مننا نضل هون لحتى نعرف مين اللي قوص عليه ايه هذا اكيد سرسري من جماعة هنائي مين عم يجيب سيرة جماعة هنائي؟ يا سيد غزال يلي قوصوا لعصمت مو من عنا بعدين نحن ما منوسخ ايدينا لا بعصمت ولا بواحد مثلك طول عمركم انت ومعلمك مسخين عم بتطاول علي وعلى معلمي يا همشري طاووس انقلع من هون
خلاص يا عم الأمجد انقلع من هنا الحقو. طول بالك همشري، طول بالك همشري. انت عادة كبير، شرف عمي شرف. تفضل تفضل. يا رب اجت الدكتورة، اجت الدكتورة. يا رب ارجوكي طمنينا دكتور. خير؟ طمنينا. شو دكتور؟ عصمت حالته كثير خطيرة، الطلقة جاية بمكان كثير خطير. هلا نحن عملنا اللي علينا والباقي على الله. يا رب. يعني في امل دكتورة؟ الامل لازم يضل موجود. بوس ايدك دكتورة، من شان الله تعملي شيء. الله يخليك اعملي اي شيء، انا ما بدي عصمت يموت. بوسينا خلص حبيبتي، هدي حالك. يا ريت تاخذوا بوسينا على البيت، خلوها ترتاح. ما بدي اروح، ما بدي اروح. يلا تقبريني، روحي. يلا بس يا تقبريني بس تعبتي. يلا صدقوني وجودكم هون ما رح يغير شيء. هلا ما فيكم تدخلوا لعنده نهائيا. انا برايي تروحوا ترتاحوا وبكره الصبح بترجعوا. شو نروح البيت؟ انا ما فيني بعيد عن ابني، انا بدي ضل هون، بدي ضل هون حتى لو بدي نام على الدرج ضلني هون، ما فيني بعيد عن ابني. وانا رح ابقى معك عزمي بيك. انا محرجه منكم كثير، يعني ما في مكان ترتاحوا فيه. يا ريت تاخذ ست الوالده على البيت وانا رح اخذ ام عصمت على مكتبي. بكره الصبح نحن بنكون هون ان شاء الله. يلا امي. بس ادعوا لي يا شباب.